حاليا اليوم ما زال رئيس الجهه ما زال لحقاش ربما يكون غدا ان شاء الله. اليوم كاين مجلس العماله، كاين تصويت على اللوائح، كاين جوج لوائح، كاين وحده ديال الاصاله المعاصره وحده ديال حزب الاستقلال. انتم كتشوفوا الاجواء منضبطين، الاخوان والناخبات في المستوى المطلوب كيدخلوا كيصوتوا كيخرجوا يبانوا لش الاعضاء، ومن بعد ندوزوا للرئاسه والمكتب، وهذا يعني واجب ديال الناخبين كيجيو في الوقت، والاجواء ان شاء الله طيبه ما عندناش مشكل. اما الجهه غدا ان شاء الله حتى هو كاين بالتوافق ثلاثه الاحزاب اللي غادي يكون فيها مرشح واحد وهو السي معزوز اللي كان وزير سابق استاذ جامعي، يعني كفاءة تبارك الله عليه في المستوى المطلوب، وحنا محظوظين من جمعنا السي معزوز، وغادي يقود ان شاء الله الجهه الكبرى دار بيضاء السطات، وغادي يكون ان شاء الله في المستوى، وغادي يكون عند متطلبات الناخبين والناخبات والساكنه ديال الدار البيضاء كلها مع السطات ان شاء الله. هذا راجع للقياده ديالنا، حنا مازال ما عرفناش الحقائب اللي غادي ياخذ اسم حزب الاستقلال، وكما نظنش حزب الاستقلال غادي يكون يعني ضعيف في هذه الحكومه، غادي يكون قوي ان شاء الله، وربما جل الحقائب اللي هي مهمه غادي ياخذها حزب الاستقلال، لحقاش عنده كفاءات وعنده اطر وعنده ناس اللي راكموا العمل السياسي بتجربه طويله. حنا مجالس الترابية هي البنية التحتية، هو الشغل، هو الشباب، هو التعليم والصحة والبنية التحتية، وخاصة النقل وخاصة الشباب. الشباب والشابات خصهم ضروري يلقاو بلاصتهم في المغرب، ماشي غير اللي كيعلق يشد كيبغي يقطع الجهة الدفاع الأخرى، وهو المغرب فيه خير فيه كل شيء. خص الاخوان اللي يشدوا زمام الامور في المقاطعات ولا في الجهه ولا في الجماعات يكونوا يراعيوا لهاد الشابات والشباب اللي خصهم يلقاو لهم عمل ويندمجوا في التكوين المهني، واللي عنده شي شهاده نعاونوه، كذلك نمشيو مع المواكبات في القروض البنكيه، لا اللي عنده يعني مشروع نواكبوه ونكون معاه في المستوى باش هاد الشاب هذا يلقى راسه في المغرب. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.